موضوع شراء العقارات عن طريق توقيع عقد بيع ابتدائي. كثير ما يحدث أن يقوم البائع والمشتري بالاتفاق في عقد بيع ابتدائي، أن يقوم مثلاً المقاول أو المطور أو حتى البائع نفسه ببناء عقار طبق المواصفات اللي يطلبها المشتري، ويوقعون عقد بيع ابتدائي على أن إذا المشتري حصل على موافقة مثلاً من وزارة الأسكان عن طريق تسهيل مزايا أي نوع من الخدمة اللي بيحصل عليها من وزارة الأسكان، يتم توقيع العقد الموثق الرسمي ويحصل المشتري على الثمن، طبعا البقية الثمن من بنك الإسكان، وتم توثيق عقد البيع. في الواقع العملي كثير ما يحصل إن بعد ما يتم بناء البيت ويحصل موافقة من وزارة الإسكان ويصدر الشيك بعد من بنك الإسكان، يرفض البائع إتمام عملية البيع عن طريق توقيع العقد الرسمي أمام الموثق. فالحالة هذه ممكن علاجها قانونيا عن طريق رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع. فيقوم المشتري ويرفع دعوى يطلب فيها الحكم بإثبات وصحة نفاذ عقد البيع، وهذا الحكم يقوم مقام توثيق العقد، يستطيع تسجيل العقار باسمه لدى إدارة التسجيل العقاري، والمشتري يحصل على ثمنه من بنك الإسكان.